منخرط محب مشجع مناضل وفقدنا جزء كبير من التاريخ من الذاكره ديال فريق الرجاء الرياضي لان السي رشيد البوصيري واكب الفريق اكثر من 30 سنه فعلى بالكم 30 سنه هي مهمه في التاريخ ديال اي فريق واللي تيألمني وهو انه كان في اللجنه اللي كانت تشرف على انجاز واحد الكتاب بمناسبه الذكرى 70 لتاسيس فريق الرجاء الرياضي القدر سبحانه وتعالى خدمنا والله يرحمه والله يرحم جميع المسلمين تبقى ضريبة النجاح أي نجاح عنده ضريبة فإحنا واعين بهذا الضغط المقابلات والمكتب والسيد الرئيس والطاقم التقني وجميع الفعاليات تدور ما وسعهم باش يمكن نحطوا الفريق الرجاء الرياضي والفريق في كل مناسبه في احسن الظروف ديالو انتم شفتوا ضغط المقابلات ومع كامل الاسف غادي نمشيو لناميبيا في مقابله في الملحق ديال كاس افريقيا غير على علمكم فان المسافه بين الدار البيضاء والعاصمه ديال ناميبيا اكثر من 6500 كيلومتر الي غوتور 13000 كيلومتر اللي غنضربوا في ظرف 3 ايام 4 ايام فهذه ضريبه النجاح وحنا موجودين لها والله يعاوننا ويعاون الجميع المسألة ماشي نتقبلو المسألة وهو أن كاين إصلاحات الآن تتجرى من المركب محمد الخامس فهاد الإصلاحات هذه جذرية وجوهرية بطبيعة الحال كنا تنتمناو ما تكونش دابا ولكن بما أنها الآن فتنظن حنايا هيئنا الفريق وهيئنا جميع الممكنات الفريق باش يمكن وتنشكر بهذه المناسبة السلطات المحلية ووزارة الداخلية والسيد فوزي القجع رئيس الجامعة على التدخل ديالهم المباشر باش يمكن الفريق الرجاء الرياضي يكون في أحسن هلة باش يمكن يستقبل في الأبجيكو مدينة الدار البيضاء يستقبل في كأس العرب في مدينة الرباط وفي المقابلة ديال الديربي والمقابلة الإفريقية بمراكش وتنظن ان كما شفتوا في البلاغ ديال فريق الرجاء الرياضي فعندنا وعود باش هذا المركب ان شاء الله يحل في غضون شهرين او ثلاث شهور بطبيعة الحال مع الماديه وحنا بصدد تكوين ملف اللي نعطيه للجهات المختصه باش تكون واحد لا كومبونساسيون مدرب غاريدو عنده عقد 30 جوان قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي